الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر. رئيس الوزراء يؤكد أنه وبنهاية العام الجاري ستكون القاهرة خالية من العشوائية. وزيرة الصحة تعلن عن استقبال أكثر من 1,766,000 جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي. موجز الأهم وآخر الأخبار من شبكة تلفزيون النهار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك مخططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة بنحو 100 مليار جنيه. وشدد الرئيس السيسي خلال حضوره افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر اليوم على عزمه لتكملة مسار نهضة مصر في القطاعات كافة، لكن بتنظيم جيد في توزيع الموارد والأموال. أوضح الرئيس السيسي أن الوعي هو أخطر قضية تواجه المجتمعات ليس فقط في مصر بل في كل مكان في الدنيا، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لتوفير سكن بديل لسكان العشوائيات. وأكد الرئيس السيسي أن النمو السكاني غير المخطط يعيق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية، موجها سيادته بضرورة ضبط النمو السكاني للقدرة على استمرار تنمية الدولة وبنائها. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه وبنهاية العام الجاري ستكون القاهرة خالية من العشوائيات، بالإضافة إلى اختفاء كل المناطق غير الآمنة من القاهرة، مشيرا إلى أن ملف الإسكان واحد من الملفات التي اقتحمتها الدولة خلال 7 سنوات الماضية بهدف تحسين حياة المصريين. وقال مدبولي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر إن الدولة اقتحمت ملفات في 7 سنوات الخالية كانت تكبلها على مدار عقود قبل ذلك، مثل المرافق والمياه والصرف والكهرباء وغاز وطرق وملف التعليم والصحة والتموين. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة نفذت مشروعا لتطوير القاهرة الإسلامية وتحويلها إلى منطقة تراث عالمي، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة منها وإعادة الرونق لهذه المنطقة، بالإضافة إلى تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى لتنفيذ مشروعات إسكان وتنمية وصولا إلى 500,000 وحدة سكنية. أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بأن الوزارة تستهدف خلال خطة العام المالي الحالي تركيب 1,500,000 كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة بالطرق وفي مختلف المحافظات، وذلك بتكلفة تبلغ 201,000,000 جنيه لتحقيق وفر يقدر ب 1.6 مليار جنيه في فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع، موضحا أن المشروع قد ساهم منذ بدء تنفيذه في تركيب 2.7 مليون كشافة وفرت نحو 9.5 مليار جنيه. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة. أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن استقبال 1,766,400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي مساء الأمس. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الشحنة التي تم استلامها اليوم من لقاح استرازينيكا هي الثالثة ضمن اتفاقية كوفاكس ضمن 40,000,000 جرعة من المقرر استقبالها تباعا خلال الفترة القادمة. أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج 43 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233,772 متعاف. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 97 حالة إيجابية جديدة، لافتا إلى وفاة 5 حالات جديدة. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. إلى اللقاء.